خلصي. انت مين يا ابني؟ فين الفلوس؟ طب شيل بس المطوة دي يا حبيبي، ما توديش نفسك في داهية عشان ولية عجوزة زي حالاتي. خلاص انت هترغي معايا؟ تحت الكنبة هنا اهو. بس حرام عليك، اسكت بقى اسكت. وانت يا واد ما تسرقش تاني. فاهم ولا يا فاهم ولا يا بس خلاص ما بيزعق علينا. يلا معلش والنبي حسن، قوم معلش والنبي حسن. ايه دي يا معلش والنبي يا لهوي يا لهوي يا قوم يلا يا لهوي يا واد. سيبه اما ودي لي اسمي اما. سيبه يا ابني، هو بس اللي حرامي. قوم يا اغرق يا اما. كنا ودينا الاسم يا اما. اسم ايه بس؟ يعني هو كان سرق لنا ده الحي. يا دي لومه ده الحي، مش هنخلص بقى من الموضوع ده ولا ايه؟ ولا قلبي هيصفالك ابدا الا لما ايدك تنضف من الوساخه اللي طلتها. يا اما خلاص بقى يا اما، غلطه وراحت لحالها. حلها ايه بس يا ابني؟ الحلال مفيش احسن منه. يا دي الحلال، هنمشي في الحلال لما نشوف اخرها ايه. هتشوف الخير والهنا كله ان شاء الله. والله زي القمر من غير نظافه يا اختي، تقلو قوي. قولي لي يا بنت، عامله ايه مع عبد الله؟ اهو مستنيه ربنا يفكها على امي. هيفكها ان شاء الله. فاكره يا بنت لما عبد الله كان بيكتب اسمك على باب البيت وامك تروح تقول لامه وتيجي تضربك وامي تيجي تحوش عنك؟ كان حمار ده، كان بيكتب صباح بالسين. لو انه سيبه ان امي يكتبها ازاي معنا؟ بيحبك يا بنت، هو حد يطول. كان يتلتع تحت الشباك بتاعنا، بيقف يسلم على الحارة واحد واحد وعينه على الشباك ما تنزلش. دلوقتي لما بنقعد مع بعض بنتكلم في المطبخ والقطن. قلتي عطيتها هتجوز بسنين. قولي لي انت عامله ايه مع كريم؟ بتشوفيه؟ حفظي مكهربنا، ما بنعرفش نقف خمس دقايق مع بعض. ما يجي يخطبك يا بنت العم سالم. نايلي هو حالته حاجه؟ امال ايه، انتوا مقضينا حب كده وخلاص؟ ادينا صابرين لما نشوف، لما اقوم افرجيك على شويه حاجات. وريني. بصي بقى، دول شوية قمصانهم أبويا كان جايبهم لي أيام لما كان مسافر. الله دول حلوين قوي يا سعاد. ليكي واحد هدية لما تدخلي، واللون اللي أنت عايزاه كمان يا صباح. يلا. النبي صحيح؟ إن شاء الله يخليكي، هاخد الأحمر. قومي ياما شايليني خلصي. دول سيجارين يا واد، ما تشيلهم. يا لهوي يا سعاد. إيه ياما؟ تعالي يا اختي شايل اخوك السيجار. حاضر يا ام. عبد الله عامل ايه يا صباح؟ بخير يا اخويا، ان شاء الله تسلم. خد يا بلاد. ناقصين البريك احنا. اعمل ايه؟ هنرميهم في الفرن وامي هتروح تاخدهم. يابا النسوان هتروح تبني لو اتاخرنا عليهم، انجز بقى. يا عم ساعة الزمن ونكون حاضرين. يا عم بالراحة يا صباح. يا عم ما هو مش عايز يمشي. يس راح فين ام محمود؟ راح حمله ميه وانا استناكوا اللي هتبعد عليكم لاكل ولا يشرب. شفت ادي البريك بتاعك اهو. طب التكت التكت شيل. خش. بقول لكم ايه، اللي مش هيقف في الطابور مش هديله عيش. ادخل ادخل. مش ناقصين وجع دماغ. احنا جبنا عربيه نحن وجبنا عجله حتى. ادخل ايه. وصل ماشي. بس خد يا معلم، دخل دول النار وامي هتيجي تاخده. ادي عجينه يا معلم. تعالى خد السيجان دي لجوه. استنى عجينه، خد دول معايا. خلصهم بسرعه. ها
خد الربع جنيه ده وهات بجنيه عيش. وهات من عندك بجنيه عيش وادي عجينه. والعيش ليه بقى يتاخر كده؟ اقفش. ايه يا بت؟ بتحبي ولا ايه؟ يا ريت يا اختي يا ريت. يبقى جوزك وحشك؟ مش متجوزة ولا مرافقة ولا مصاحبة يا بت؟ عايزة ايه يا ولية؟ ما تتلمي بقى. الله مالك؟ امال عايزة كده تفهميني انك سك؟ لا يا اختي بحط تل. ما انت ليكي في اللون هو بتفهمي في الخمرة، اما الملك قاعدة مكتومة كده وسكتم بكتم. احكي لك ايه؟ اسمعي بقى، انا صايعه قوي قوي وافهمها وهي طايره، واعرف عين الست من اول ما ابص فيها. وانتي عينك كده سايحه ونايحه وجواها راجل قاعد ومقدد. ما تفضفضي يا حبيبتي، ده انا زي اختك الكبيره. قولي لي ايه بتحبي؟ اللي كنت بحبه مات. الله يرحمه. ده كان ابويا. ارتحتي؟ ابوكي؟ ما كلنا حبينا ابونا. انا بتكلم يا بنت عن الحب التاني، الأمور. قصدك الحب أبو غرض يعني؟ أيوه هو أبو غرض، ده اللي أنا بتكلم عنه. لا يا أختي عمري ما حبيت، ولو حد كان يبصلي بصة كده ولا كده كنت أخاف منه. في الحتة بتاعتنا في صنفين من النسوان، يا إما النسوان بتخاف من الرجالة عشان أهلها، يا إما النسوان بتحب المشي البطال ده يعني. ما أخبيش عليك يا حبيبتي، أنا الصنف التاني ده، ومش المشي البطل سايقني وبس، لا ده طير بيا طيران. الله اكبر الله اكبر. على فين يا جدع؟ برالف انت كل ما تشوفني تقول لي على فين على فين؟ تكونش اشتريت الحرارة معرفش. ما انت برضو كل ما تشوفني بتنساني. انت بخلع خفيف اخلع. مين؟ انا. انت مين؟ صلاح امين الشرطة. انت عايز مننا ايه تاني؟ ضحكت على البنت لغاية ما قبضت عليها، روح منك للندم، انت خراب. ليه كده يا حاجة؟ ده انا بالعكس كنت عايز اساعدها. تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ اخذت لها سنة حبس. روح منك لله يا شيخ، حرام عليك. ما تزعليش، اهي سنة تاخدها بالطول ولا بالعرض، بجملة العذاب والمر اللي احنا فيه. على كل حال انا موجود، لو احتجت حاجة كلميني. يا استاذ شيل حاجتك دي، احنا مش عايزين منك اي حاجة يا استاذ. يلا اتفضل يا حاجة، دي حاجة بسيطة عشان العيال الصغيرة. العيال بخير ومستورين، وانا موصيني ما اخدش منك كفة حاجة، توكل على الله. موصياتي؟ اوكي، شو عم قيله انا؟ ولا شيء. هذه نسوان ولا بلاش؟ عم بيقول انه مصري، عم بيسأل عنك من وين؟ ردي قولي من لبنان. أنا من لبنان. هو أصلي. كتب لها إيه؟ كتب لها إيه؟ عم بيقول اسمه كريم، عم تعرفيه من قبل؟ لا ما بعرفه. تعي 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 تطلعي في صورته. وبعدين اوفلاين. ايه بس هو عم بيسالك يرسل الصور اليك؟ بكفي بقى، انا ما بضلني بحكي كثير مع العالم على الانترنت. بس هو عم بيعقد. انا رايحه
لوين؟ عندي مشوار باجي لك بكره. اوكي باي حبيبتي. باي باي. اما البلوزه بتاع الكشري مات. انزل شوف ايه العده المطلوبه عشان تروح. ماشي يا ابو ماشي. ما تقوم يالا، انا ما تسيبك من لعب العيال ده، خلينا ننتبه لشغلنا. ماشي. يلا. قفلت ليه؟ يلا يالا. مساء الخير يا دكتوره. اهلا يا بلبل، عاد من شافك. ربنا يخليك يا عمنا. ايه الحكايه يا ريس؟ خير. السوق ماله ناشف كده ليه والحشيش النضيف اختفى؟ الناس بتشرب ولا دريانه، الناس مغمومه بعيد عنك. اه والله البراشين مطلوبه اليومين دول. اهو من قركم الحكومه دخلتها جدول ولا انت ما دريتش يا حبيبي؟ دريت يا عمنا. عايزك تعمل لي بقى ايه تشكيله من على وش الجدول. على وش الجدول؟ بس هتدفع. على مزاجك بس. عنديش اجل. امرني. اديني اسبوع ونحضر لك لوكشه حلوه قوي. بس على شرط. ايه؟ العلبه 90 لا تقل جنيه ولا تزيد تعريفه. كتير قوي يا عمنا، ده الواد فرخه بيتحال عليا ب 40، مش عايز اخد منه عشان مضروب. 70 حلو عشان اكل عيش. وحيادي يا بلبل وفدار رقبتي واقف عليا انا ب 70. اهلا عليكم. السلام وبركاته. خد يا سيدي. تغير على الجرح بتاعك كويس قوي والا رجلك دي تتقطع، فاهم ازاي؟ اه يلا حبيبي. ماشي يا دكتور. بالسلامه. ماشي يا دكتور. حاجه للبرد؟ في كحه ولا ما فيش؟ آه. ها في كحه. صبيه. صباح. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا صبر انت فين؟ لف تعال. احنا بنشحتك يا راجل، مش ده برضو شغل؟ خش. والله يا ست صفاء لسه مخلص شغل حالا. الف الف مبروك للست صفاء. الله يبارك فيك، تعالى اوريك القطن اللي جبته. يا ساتر. تعالى يا صبر، تعالى خش. خش تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، قطن زي الفل اهو. ما راجل حمار صحيح، هو مديك القطن في اكياس؟ اه. مفيش شوالي يحطوا فيه؟ اصلهم كانوا اخر شويه عنده، ما حبتش استنى لما يجيب من المخزن. وده ايه القطن ده؟ ده 100 نوع في بعض، انت جايبها منين يا ام صباح؟ بص بقى يا صابر، صلي على النبي في قلبك. انا ضحك عليا في القطن ده. هتعمله وتخلصني ولا هتقعد تقتتني؟ يا ست رجعه، انا اروح معاك. لا اله الا الله، انا مش هرجع حاجه، انا مش هرجع حاجه خلاص. انا دبه معاه خناق الرب السما في عرض النبي. اعمله ويطلع زي ما يطلع عشان خاطري بقى. لا حول الله، فلوسه اترمت على الارض. يا دي النيله ما تترمي وانت مالك. بقول لك ايه، البت جايه حستك عينك تقول كلمه قدامها سد نفسها. ماشي يا ست صفية. امرك امرك يا ست. السلام عليك. ازيك يا عم صبر؟ سلام. ازيك يا صباح؟ مبروك يا صباح. تعيش. اهو يلا القماش اللي طلبه عم صبر. هات يا حبيبتي. جدع يا بت. ها تريش يا صبر، ايه رايك بقى في القطن؟ مية مية، قطن لا يعلى عليه. انا في حياتي ما شفتش قطن بالنظافه دي. ماشي، هتبدا امتى؟ انا تحت امرك. قبل كتب الكتاب بيومين ثلاثه هشتغل. عالدخله هكون جاهز. ونفرش بقى في الحاره عشان كل الناس تتفرج. وهو كذلك، بس احنا هنعوش شويه على دول. حكى لي يا بت، وماله نجيب شوال كمان. لما تحضري نفسك ابعتي لي. ماشي. وانا صعب عليك. سلام يا صاحبي. سلام يا عم صاحبي. بقول لك ايه يا ماما؟ ها؟ طلع الجايه خديني معاكي. تتريقي؟ طب وحياه امك لا انت جايه معايا. امشي. 13. شكرا يا دكتور تامر. السلام عليكم يا دكتور تامر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم فتحي؟ ثانيه واحده. 20 يا حاج. مرتين في اليوم. طلبك مش موجود يا عم فتحي. يعني ايه يا ابني؟ يا عم فتحي الدواء اللي انت عايزه ده نازل جدول اول وممنوع. جدول اول ايه يا ابني؟ اذا كان العيال مدمنها بيصرفوه بكل سهوله، وانا اللي معايا روشتة مش عارف اصرفه. وانا مالي بس يا عم فتحي؟ بص يا ابني، دور عليه في الدرج ده والدرج ده، ابوك دايما يخبيه هنا هوت. يا عم فتحي انت صعبان قوي.
وانا عارف انك اولى، بس هعمل ايه؟ مفيش ولا شريط عندي. يا ابني ابوس ايدك، انا تعبان يا ابني تعبان مش قادر. دور ابوس ايدك. بقولك يا عم فتحي، دور على الدواء بتاعك ده في اي صيدليه تانية. ماشي يا ابني ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. بلبل كويس اني لقيتك، انا عايزك في المصلحه يا بلبل. ايه يا فتحي، عايز حشيش ولا ايه؟ حشيش ايه؟ هو انا بشرب حشيش؟ شوف لي شريط اخضر، انا تعبان. عيني يابا، والاصل كمان 50 جنيه. 50 جنيه؟ انا باخده علاج مش ادمان. ماليش فيه تاخده علاج، تاخده دماغ، تاخده صديق، الكلام ده في وزاره الصحه. انا شمال يا صاحبي. ايوه بس 50 جنيه كتير قوي. الله، وانا ضربتك على ايدك يا فتحي؟ انت هتبص لي في لقمه عيش، وانا لما بتمسك بيه بتجيلي نيابه تطمن عليا. حرام عليك، يبقى لي اسبوع بلف عليه، اسبوع كامل ما دقتش طعم النوم. شوف لي اي حاجه ابوس ايدك. انت هتمثل؟ مش معاك روشته؟ روح اي اخزخانه يا عم. لفيت على كل الاخزخانات ما لقيتش. اوه فكك مني، ما توجعليش دماغي يا فتحي، انا مش فاضي. ابوس ايدك يا بلبل، شوف لك اي شريط ابوس ايدك. الا بالله، معاك؟ انا بجيب الشريط ب 10 جنيه بايه؟ ب 10 جنيه خلي ال 10 جنيه معاك، وادي الشريط اهو. ربنا يخليك. عيني ليك. ربنا يخليك ليا. تصدق انت طلعت اجدع من الدكتور وابنه. اعمل ايه في قلبي دول؟ اعمل ايه فيه؟ خد بالك ده بفلوس، ها بالعقل كده. يلا انتوا الكباري. ربنا يكرمك يا بلبل، ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك يا بلبل. احنا في زمن صعب وشبابنا ناسيين ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في كبد. يعني ايه كبد؟ يعني في تعب وشقى، لازم نتعب ولازم نشقى. ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على كل المخلوقات، رفضت تشيلها وحملها الإنسان. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا اخويا؟ في ايه؟ الله يا اخويا، قلقتني. مالك؟ شيء يا اخويا؟ كلمني. سلامتك يا زينة. اصل في واحد غريب عن الحارة كان قاعد في الجامع النهارده وسجل لي الدرس اللي انا قلته، شكله كده قلقني. وتقلق ليه يا اخوي؟ هو انت قلت حاجه غلط لا قدر الله؟ لا لا، ما قلتش طبعا، بس ما انت عارفه يا زينب، اصل انا مش معين من الاوقاف، يعني انا بخطب بالناس كده متطوع محبه لوجه الله، وده برضو غلط، وهم لو عرفوا ممكن يبقى في مشاكل. الله يا اخوي، اول مره اعرف ان واحد يبقى ربنا سبحانه وتعالى كرمه بشويه علم وما يلهمش للناس. ايوه، بس لازم يكون بعلم الاوقاف، والا المساله هتبقى ميغه سايبه، واي حد عايز يتكلم هيتكلم ويخطب في الناس ويقول اللي هو عايزه، وده خطر. لا في النقطه دي الصراحه يعني لو وقف عندهم حق. وبعدين بقى، طب بقول لك ايه يا اخويا، يمكن يا اخويا يكون عجبه الكلام اللي انت بتقوله وحب يسجله وسمعه لمراته. يسمعه لمراته؟ ربنا يستر يا زينب، انا خايف لو يروح يسمعه للمباحث مش لمراته. مباحث؟ ايوه الصراحه قلبي متوغوش واكني كده، خايف للراجل ده يطلع من امن الدوله. يا لهوي، امن دوله؟ اصلا انا الجمعه اللي فاتت استاذنت الشيخ المعين من الاوقاف اني اخطب الجمعه. تفتكر الراجل الشيخ ده ممكن يكون راح اشتكاني ولا حاجه؟ يا لهوي، بيبقى بقى راجل منافق قوي. الله أعلم بعبادة، الله أعلم. مفيش حاجة مستغربة في الدنيا اليومين دول. بعدين بيني وبينك يا زينب، أنا مش عارف بيجرالي إيه لما بخطف في الناس، بسخن قوي وبعطش الجيم وبدخل في مناطق حساسة ساعات كده وبدوس على الخطوط الحمراء. أنت فاهماني يا زينب؟ فهماك يا أخويا فهماك. ما هو البني آدم مننا لما بيسخن زيادة عن اللزوم ممكن يخرف. مش الواحد برضه لما بياخد نزلة برد جديدة شوية بيسخن ويتخرف؟ طبعا يا اخويا، بس بقى طالما كده بتسخن وبتخرف بلاش خطبة الجمعة دي، استغفر الله العظيم يا رب. ايه؟ بلاش خطبة الجمعة؟ مقدرش يا زينب، مقدرش. الله ما عارف اقول لك ايه. الله
ربنا يستر. انا بيه يا ابني اختفينا قدام القهوه. على القهوه انت فين؟ الراجل هيبتدي شغل النهارده. يعني هنقفش؟ سردينه قهوه. حاضر. هتروح له اي حد يزعم الحي لغيه. انا خايف اقول رئيس الحي ده يطب علينا. يا عم وانت مالك؟ هو انت اللي بتبني في الممنوع؟ اي كبسه ارفع ايدك. ملناش فيه. ماشي يا عم الحاج لما نشوف. مش عايزين في النظيف. قهوه فينا سردينه؟ حاضر على النور بسرعه. بس عايزين نقفش لحسن دي ميته خالص. عيني والله يا ابني انت زي الفل وانا عن نفسي موافقه. ودي خطوه اولى يا طنط. ناقص بقى حضرتك تقنعينا صلاح. ابعدني عن صلاح، انا ما بعرفش اتكلم معاه. انا الاول هكلم اختي وهعرف اقنعها. طب هتقولي لها ايه يا خالتي؟ هقول لها ان خالد عندنا من المنطقه وشافك وانت جايه عندي وطلبك للجواز. ايه اللي فيها؟ ايوه بس لو اكتشفوا ان هو مش من المنطقه هتبقى مشكله. يا جماعه وليه ده كله؟ ما لازمينها في الجامعه، نكذب ليه؟ طيب صح انا بقول كده. بس يا ابني موضوع الشغل ده لازم تلاقي له حل. لازم تكون متوظف ولا بتشتغل في شركه علشان يوافق. والله العظيم انا بحاول يا طنط. يعني المحاوله دي هتقعد قد ايه؟ تقريبا شهر كده. يبقى نستنى شهر. خلاص اللي حضرتك تشوفيه. نستنى. وعليكم السلام. شفت يا ام؟ شفت بنتك داخله واخده في وشها ازاي؟ كاننا مش موجودين. هي عادتها ولا هتشتريها؟ منور يا حبيبي. منوره يا اختي. عن اذنكم. بتقومي يا بنتي تسلمي على اخوكي. مش قايمه. ايه اللي جابه موقوع معاه؟ من امتى بيجيبها هنا؟ جرى ايه يا بنتي؟ دي مراته. قومي واخذي الشيطان لاخوكي يزعل. بقول لك ايه علشان خاطري. سيبيها براحتها يا اما، انت هتتحايل عليها؟ الزهره ما لقتش همها في حاجه. انا ماشي يا اما. استنى يا ابني كمل لقمتك. عايز حاجه اجيبها لك قبل ما امشي يا اما؟ عايزه سلامتك يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي. طريق السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. نورتي. خليكي كده على طول. انا بقى مش عايزه حد يجينا هنا. هي فاكره نفسها مين جايه تغيظني؟ بقول لك ايه وطي صوتك دول لسه يتحرق بجاز. انا عاوزاها تسمع. ولا هي جايه تسمعني اللي كل ما تشوفني تسمعهولي؟ جايبه لك عريس يا ليلى. انت كبرتي يا ليلى ولازم توافي عليه. مش مهم ما معهوش شهاده. مش ده اللي جايه تقوله؟ هو احنا لسه عرفنا هي جايه تقول ايه؟ انت عارفه يا اختي ومستحملاها عشان مرات ابنك. هتموت مني عشان ما كملتش تعليمها. طب خلاص خلاص اهي غارت في 60 داهيه. قومي بقى غيري هدومك. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بعيط على حظ المهبب. حظك حظك ده ايه؟ هو انت في حظ زي حظك؟ هو في بنت زيك رفضت عرسان؟ بقول لك ايه؟ قومي كده وصلي على النبي. تلاقيكي طول اليوم على لحم بطنك. يلا يلا اجيب لك تاكلي. سيبيني دلوقتي يا ابا. عادي اهدى بس شويه. بتغيظك يا شايب. انا لو منك ما اسمع لهاش. وليكي عليا انا هقول لاخوكي ما يجيبهاش طول ما انت موجوده هنا. اه يا اختي ما انت بتقولي فعلا. هتشوفي. بس قومي كده انت اغسلي وشك وانا هروح اسخن الاكل لان زمانه برد. ربنا يهديك يا بنتي. ازيك يا ابو بركه؟ اهلا. ازيك يا سعاد؟ الحمد لله. والنبي يا كريم تعالى اجيب لي عيش في الفرن زحمه قوي. اه قوم يلا قوم هتلاقي لي عيش. يلا ونقهولها مفقع على عاوزه بكام؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ خد هات بجنيه. ايه مال؟ ما فيهاش عجينه. يا هو ما تتصلش بيا. مش كفايه بقالي اسبوع ما بشوفكش. تليفوننا مرفوع من الخدمه. وخايف طبعا تكلمني على الموبايل لكارتك يخلص. اديك عارفه الفول. كيمو. بعدين خلاص. هات. من بكره هكلم ابويا خليه يدفع فاتوره. خلاص بقى يا بيت. خد ما تزعليش. وانت بقى يهمك خليك في النت والنسوان بتوعك سلام. ياتش
شد السلك، خلينا نخلص من نارك لزواجك ده. انا عندي طول شد انت هطلع لك فوق. اصل عبد الله ده بتاع حوارات ولف ودوران، سيبنا اكلمه انا. يا تشد السلك نطلع اسحبك من فوق. تعمل ايه يا عبد الله؟ مفيش، امي بس شبطانه في وسط الدش. يحكمش حطنت تركبه وصله. ما كلها مركبه وصله حمايه، اشمعنى احنا يعني؟ حلو حلو، ما توصلين الوصله احنا كمان يا ماما. بس يا بنت اكتمل، هندفع 20 جنيه في الشهر هتومك. 15 جنيه بس يا حاجة. ولا حتى خمسة، ولا انت حد سألك؟ خليك في دماغك زيت. 20 جنيه يا بنت. 20 يا بنت. بنت يا صلاح. ايوه يا يما. علاوته. لا تخلصت، خلينا نخلص في الارض ده. يا جدع سيب له طول. تعبانة كده، استغفر الله العظيم. اقفل يا بنت الشباك، الناموس يدخل. ياما الهوا، ياما الدنيا حر. بقول لك ايه ياما؟ ما توصلي لنا الوصل ده، حتى بيقولوا في حته محطه قران كده. محطه قران؟ شوف البنت وخبستها. سيب له طول. بس وحياه امك برضه لا، انا قلت لا يعني لا. يوه يما كل حاجه لا لا، ده ايه شطها دي؟ اقول لك طلع لك فوق. يا بنت وطى صوتك، ضحكتك مايعه قوي. يوه انت ما بتحبش ضحكتي؟ ده انا بموت فيها يا خراب اسود على الدلع وقله الادب. السلام عليكم. اهلا بالسبع. شفت شفت بيقفل الباب ازاي؟ واد ما عندوش احساس. سيبك منه. اسيبني منه ازاي وهو كاتم على نفسنا زي الرب؟ وانا اللي كنت ناوي ارقص لك النهارده لما عرفت ان مراته بايته عند امها. انت على طول كاتم على نفسي كده. يلا قوم قوم شيل الشيشه ويلا خلينا ننام. قوم. لا هيحصل الليله. ساعة كام في ايدك يا واد؟ 2 يابا. ليه؟ ما تدخلش البيت ده قبل الساعة 4 الصبح، ما دام مراتك مش بايتة معاك هنا في البيت. ليه يابا؟ أول مرة أشوف أب يطلب من ابنه يجي متأخر. أب وابنه إيه يا واد؟ أنت بقيت قد في السن، والبعيد ما بتفهمش ولا بتحس. يعني هي سخنتك عليا؟ الكتم يقعد في عين أمك. أمي إيه بس يابا، دي في سني. اقعد بقى أوعي عليا كده وضيعلي اليوم. مش هضيع لك حاجة، أنت طالب مني إيه دلوقتي؟ أخرج ولا أنام؟ تخرج بره البيت طالما مراتك مش هنا. طب أخرج كده ولا ألبس؟ البس، ما أنا عارفك، البس وريني عرض كتافك، ده أنت ابن كلب مالكش مثيل. خارج يابا خارج خارج. يلا يا ابن الكلب. ما عملش صرفناه في اي 50 جنيه، الراجل اسمه خميس ده عحلاني النهارده. ما انا قلت لك يا فيتا مش هعرف. وانا بس اللي هدفع يا عم غمال ولا ايه؟ انت هتذل لنا يا صاحبي؟ يعني انت مش عاوز؟ يا عم انا لسه حتى في حقن الطلق. بقول لك ايه يا بيتا، ما تيجي نبيع التلفزيون ده. تلفزيون ايه يا عم؟ ابويا وجاي ما لقاش التلفزيون ده عشان لطني. يا عم انت ابوك ما بيجيش غير كل اول شهر، يعني لما يجي الشهر الجاي نكون جبنا واحد بداله. انسى يا عم الموضوع ده، انا اروح اشوف عيال صحابي افتشهم في اي دماغ. وهتسيبنا يا صاحبي؟ اما اعمل لك ايه يعني يا عم غمال؟ خلاص يا بيتا خليك، انا هقوم اتصرف.